كثفت ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ نحو أسبوعين هجماتها على أطراف مأرب، وفشلت على إثرها في تحقيق أي اختراق ميداني وفقا لمصادر عسكرية. وأعلن الجيش الوطني عن تصديه لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه غربي مأرب خلال الساعات الماضية. قالت مصادر عسكرية ليمن شباب إن مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة المشجح إثر هجوم حوثي تمكنت قوات الجيش والمقاومة من صده. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، إضافة إلى خسائر في العتاد. إذن لمزيد من المعلومات حول المواجهات في صرواح والمشجح ينضم إلينا عمار زعبل مدير موقع الجيش سبتمبر نت. إذن أهلا وسهلا بك سيد عمار. بحسب الأنباء الواردة فإن المعارك تجددت في جبهتي المشجح وصرواح، ضعنا في أبرز نتائج هذه المواجهات. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم آخر من المعارك البطولية على امتداد جبهات غرب محافظة مأرب. في هذه الجبهات التي خاض ويخوض أبطال الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، حصدوا مجاميع الحوثي خلال الساعات الماضية سواء في جبهات الكسارة أو المشجح أو صروع. بالطبع بدت ليلة الأمس هدوءا حذرا، لكنها اندلعت المعارك عند منتصف الليل في جبهة المشجح على وجه الخصوص، ثم استؤنفت المعارك صباح اليوم في جبهة الكسارة وصرواح مدفعية الجيش الوطني. طبعا كانت لها مساهمة كبيرة، أبطال الجيش خاضوا معارك أيضا نستطيع أن نتحدث عنها بأنها بطولية، حيث حصدت العشرات من العناصر الميليشيا سواء سقطوا صرعى أو جرحى، أيضا تدمير عدد من آلياتها العسكرية. نعم، هل هنالك إحصائية حول هذه الأعداد؟ لا توجد إحصائية دقيقة، لكن القتلى والجرحى بالعشرات من المجاميع البائسة واليائسة من مجاميع ميليشيا الحوثي، أيضا تدمير عدد من الآليات. نعم. الجيش الوطني ومدفعية الجيش استهدفت تعزيزات الميليشيا، دمرت مخزن وأيضا عدة آليات، دكت مرابط الميليشيا في هذه الجبهات، ودمرت أيضا من الأسلحة المختلفة المتوسطة لميليشيا الحوثي سواء كان ذلك في جبهة المشجح أو الكسارة. نعم. في الانتداد هذه الجبهات غرب مأرب نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة ثغرات خلال الساعات الماضية، أيضا كانت أهدافها دقيقة واستطاعت تدمير التعزيزات والآليات الحوثية القادمة إلى هذه الجبهات. نعم، بهذا الخصوص هناك معلومات تتحدث عن تراجع غارات التحالف على مواقع ميليشيا الحوثي، هل من تقييم من جانبكم في هذا الشأن؟ ليس تراجعا، انما هو تراجع لميليشيا الحوثي، ايضا يحسب لابطال الجيش في الميدان تصديهم وايضا تنفيذهم الهجمات النوعيه لميليشيا الحوثي التي حجمت من سواء كان من انساقها او من هجوماتها على امتداد الجبهات. ولاحظتم في الفتره الاخيره انها حاولت تنتقم من المدنيين من خلال قصها العنيف بالصواريخ وايضا بالمدفعيه وغيرها من الهاونات على مساكن المواطنين جنوب مأرب، وهذا يدل على ان الميليشيا الحوثيه تقهقرت كثيرا، وما زجها بهذه المجاميع الا محاوله لكسب التأييد من قبل انصارها وايضا التغرير في على ابناء المناطق التي تسيطر عليها. نعم، سؤال اخير، نريد أن نعرف الوضع في بقية الجبهات الميدانية. الجبهات الميدانية سواء جنوب غرب مأرب سواء في مديرية رحبة أو جبل مراد بشكل كامل فيتصدى أبطال الجيش ورجال القبائل ورجال المقاومة لمحاولة التسلل
لميليشيا الحوثي، ايضا ضربات لمدفعية الجيش، وايضا غارات التحالف الوطني كما شاهدنا بالامس او وصلتنا معلومات بالامس على نجد المجمعه اكثر من 4 غارات، ايضا على امتداد الجبهات في مديريات رغوان ومضغب وصولا الى شرق الحزم في محافظه الجوف، ايضا هناك تبادل مدفعي وايضا صدر تسللات الحوثيه التي ايضا تحاول لكن محاولتها كلها باءت بالفشل امام صمود ابطال الجيش والمتحلفين حولها سواء كان من ابناء قبائل محافظتي مارب والجوف او من سائر القبائل اليمنيه الذين يتصدون لهذا المشروع السلالي الخبيث. نعم، عمار زعبل مدير موقع جيش سبتمبر نت، اشكرك شكرا جزيلا.